فرصه بقى وانت معانا على الهواء دلوقتي على قناه الاهلي وبيتابعك ملايين من جماهير النادي الاهلي، عايزين نسمع صوتك لايف بقى اغنيه انا الجمهور. قلنا لكم احنا الاهلي بس انتوا ما صدقتوش، جمهور من كل الدنيا لعيبه بجد وحوش، بتشرف مصر بلدنا مع كل بطولة معادنا، فخر الأهلنا وولادنا ازاي ما نشجعهوش، ورا منك شعب بحاله في ظهرك سندك مهما يكون، دايما كده نسرك عالي وأعظم نادي في كل الكون، فارق ومعدي وكل دقيقة في عمرك طاقة نور، أنا اسمك روحك ظهرك سندك أيوة أنا الجمهور، أحلامنا معاك بنعيشها ومعاك الجاي كتير، كل اللي بيخدم اسمك يتحط مع الأساطير، لفينا الدنيا عشانك جمهورك هو كيانك، حافظين في القلب مكانك دايما يا أهل كبير. الله، صوت من الاصوات الجميله الرائعه اللي دايما بنستمتع بيها. ربنا يخليك يا اسامه، انت صديق واخ عزيز، واللي الجمهور ما يعرفوش ده انا غنيت في فرحك. طبعا كنت اول مدعوين طبعا، وكنت موجود وشرفتنا يعني يا حبيبي، الشرف ليا.